يعني قبل نقول الموت صعب، تقريبا الموت أهون شيء يعني. يعني اليوم أنا بنتي راحت من قدام عيني وأقدر أسوي شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل. قاعد يعني تربطت يدي ما أقدر أعمل شيء. وهذا صار يعني، يعني هيك بنته راح تروح من قدام عينه يعني، وإحنا مشتغلين مشان لقمة الخبز. مشتغلين عند التشاويش، هو هذا صاحب الشغل بالأرض بعرزين، الساعة 3 العصر يوم اثنين. فقدنا البنت شغلة 5 دقائق، ندور عليها ما لقيناها. عيطنا على التشاويش مشان يدور معنا، لقيناه مسكر هاتفه. بعد 5 دقائق احنا والعمال قمنا ندور بالأرض، لقيناه هو ما أخذها يعني. التشاويش هو اللي ياخذنا على الشغل يعني، معلم يعني. عمال مشتغلين بالأرض، تعرف أنت شغل البردغان حرب يعني، شغل البردغان. مواليدها 15/1/2007 يعني 15 سنة تقريبا فاتت بال 15. نفس اليوم المساء هو الشخص اللي خطفها خبرنا، قال البنت عندي وسلامة وكويسة ما فيها شيء، بس أنا حبيتها وخذيتها. قلنا له يعني كيف يعني تأخذها يعني؟ هي هيك يعني شغلة تأخذها من أهلها من أبوها من أمها من الأرض؟ أنت تشاويش تقول كل شيء عامل يشتغل عندي هو شرفي هو. قال لا تشتكون ونتفاهم. قلنا له على شو نتفاهم يعني؟ خذيت البنت من الأرض خطيفة، على شو نتفاهم؟ سكر هاتفه وبعدها ما حكى معنا. يريد مفاوضة يعني، يعني شنو قصده؟ قصده يزتنا كم ألف ونصالحه وخلاص، هيك شغلة يعني داشرة يعني، ما في ناس تلحق وما في هيك يعني أمور. وهيك بالو يعني حكينا لهم القصة، والشرطة راحوا الأرض كتبوا الضبط وكله يعني. الجهات اللي هم يتعاونوا معنا يعني، يعني ما هيك أمور يعني، الخاص أمور يعني عرض أو أمور بنت يعني قاصر ومتجوز عنده 3 أولاد يعني، هي اليوم 14-15 سنة يتمناها أي شاب يعني. والبنت تحلم تأخذ شاب من جيلها من غيره، تأخذ اختيار يعني. شاويش العمل أنا شفته بهالـ3 أشهر اشتغلنا عنده، شفته 3 مرات. ندق عليه يجيب لنا مصاري، 5 دقائق يشرب كاس شاي فنجان قهوة وبيروح. بس لا هم بالبيت لا، بس بالشغل. بالشغل طبعا هو معلم وعمال عنده 30 عامل، تاع اطلع على الشجرة اشتغل هاي شيل هاي، معلم يعني. ما حد يرضى هيك بنت يعني ياخذها هيك يعني، اخذها يعني من اهلها يعني من دون علم اهلها، هيك من الارض خطفها خطيفة، يتصل في ناس يجيب له سيارة وياخذها هيك شمط.